احنا نسمي هذا الصالون المصغر اللي حبينا من خلاله ان نبينوا للشباب باش انهم قادرين يستثمروا في قطاع الصناعه التقليديه، وهذا باستعمال الموارد الطبيعيه المحليه اللي هي الطين، الجلود، الاحجار الكريمه. اذا من هذا المنبر ندعو الشباب للتقرب من دار الصناعه التقليديه من اجل اخذ معلومات حول قطاع الصناعه التقليديه. مناسبة افتتاح سياحة صحراوية، نطلبوا نحن من الشباب أو السائحين أو زوار الولاية، أول قبل ذلك قبل أن نطلب منهم نرحبوا بهم ونطلبوا منهم أنهم يحافظوا على نظافة المواقع السياحية، هذه أول حاجة. بالنسبة لهذا اليوم اللي رانا فيه اليوم تبعا لتعليمات السيد وتوجيهات السيد الوزير فيما يخص يعني تنفيذ اتفاقية أو فيما يخص تطبيق أو الإمضاء الاتفاقية الخاصة باتفاقية شراكة ما بين القطاع الشريك اللي هو يعني خاص بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. اليوم سوف نمضي على اتفاقية محلية تتضمن إن شاء الله بعض البنود وبعض المواد اللي من خلالها نسعى إلى خلق هذه المؤسسات الصغيرة، وهو الهدف نتاعنا المنشود من خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله. نحل الخطط الداخلية منذ الأحد القادم، كاين حركية غير عادية في ولاية تمرست. نتمنى إن شاء الله هذه تكمل، وإن شاء الله هذو الزوار الوالة اللي غادي يجونا يوم الأحد بالطائرة غادي نرحبوا بهم. غادي يكونوا إن شاء الله نستقبلوهم ونستقبلوهم بالجال ونستقبلوهم بليبابات، لازم ما ينساوش هذه، نستقبلوهم بليبابات والجال ونرافقوهم، وإن شاء الله تكون بادرة خير إن شاء الله يوم الأحد.